السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متي ما أصامكم لنا موضوع جديد وفيديو جديد. لكن الفيديو ليه جماعة الخير مهمته؟ لأنه دي بشخصيات حتى من أهم شخصيات نائرات رياضيبا قلنت هاجيت وهو يعني إدريس محمد عليتو. الفيديو اللي قلوا دي من زمان قلوا دي حزعلكم بتاريخنا إدريس محمد علي قلت هاجي وبسيرتنا إدريس محمد علي قلت هاجي بزح من زمان قلت هاجي حزعلكم. لكن دائما فرح عليكم لأنه إدريس محمد علي أب إدريس محمد علي قلت هاجي حقكم مرة ندددك قلت هاجي قبل دي بي مره فرع لكم ثبت لها سكي ومتي ودي يكوني ولا زي ما الفيديو ودين ده لكم مره فرع لكم مننا يولا لتوجبوا منا قلي انقص. لكن لازم دي باخر قلت هاجه بديبنا لازم قلت هاجه بدريس محمد علي لازم واجبته لانه يا جماعه لا اباي ابسيرته قلت هاجه يلا حزيننا لا اباي ابز سميته قنرفع وتاريخه قنرفع وسيرته قنرفع ثبت يلا حزيننا لازم قلت هاجه ابو بديب. إدريس محمد علي سنة 1940 وسع ديب نارو تحديدا ديب قرية كانشيوا ديبا تولد ديب أسرة متواضعة أسرة بسيطة إريتريات من سمان فرد تتكون هتو سامنا يوم ولا نقشة نايبي تومتو لعلى إدريس محمد علي عبي كم سلبيلة شوية قل لحلالي السبدة مالات الحلالي اللي أقول لكم نواي انت تفرر تحليو أمهات للحلية وقولي شوية اللي تات شوية قل لحلالي السبدة أبو متدين تو كم سال أي أب إريتري أبو وعن ودوه قل الحلي وحلي قل الفقر إلى حزيون ودوه حافظ قرآن قل الفقر لحزي يكونه والتمنه ويكونه أجنيتهم حيلات قل الفقره إلى حزوني. لكن الأمر على بالتحديد أنه ودوه اللي ممكن حيلي قل لك بقته مستقبلا لكن تم بيلا منه وأزمة منه لأنه تو ود حدقات إديه على وكم سلومة هيني مرة فتيو على وحنقوق سبت على أزمة منه مراد ليدي بهلت ود عصر سنة كم سلقاب أبوه قل إدريس محمد علي توفى ولا مسؤول منه لعلى لقب أهياني هو بكر حامد لتبهل بهلتو حقو أبو توفى هتو تربيته هتو تسبطايا بهلتو. لكن لو وقت لي سورتنا إريتريا سبدي تعالى تثبت اللي أبوه دي بعمر عزر سنة توفى حقوها مباشرة حو حقو كم سنة أول سورة كم سنة سبديت منه أوائل السك سورة إريتريا لقيسو حوه حامد على ثبت اللي لحوه قيسو منه ولا من آش لحوه بكر لعلى عبد الرحمن هتو تربيته هتو تسبطايا من جديد بهلتو. لكن حريتان حو عبد الرحمن أنا سك سودان جيسا وعد عصر أربع سنوات كم سال بس حدريس محمد علي من بيت الدهربا حوه قل عرس كبر سودان جيسا ودي بر سودان ديبو دكان شغل السبدة شغل يعني شغلنا دكان ودي مسلمة هي نفسه قل أدرس وقل تعلم ودراسة السبدة بحلت من ناحية واسك قدارف جيسا ديب قدارف قلش كالسبدة ولكن ديب قدارف إدريس محمد علي لفنان زيادة قل تأمر السبدة بحلت قل حلا السبدة من فقط حلاي مثل نفسه للحل يقل الفقر دي بحفلات نعيش دي بهدية اقل لحلي السبدة حقوها السك عطبرة جيسة دي بعطبرة مثل فنانين تآمرة مثل الاندية لعلو مثلنا ناي مثقفين منهم تآمرة ومثله ياني مثل اوروت لعب فنان منا فنانين ناي سودان مثلهم تآمرة هتياني خليفة العطبرة ويتو مثله قبقى ومثله تآمرة ودي بحنتيه تلهي نايعود او عزف نايعود تعلمه وقل عزف نايعود دي بشافق وقت تعلمي ادريس عمد علي دي بعطبرة من مجرد فنان فقط دي بحفلات نعيش لحلي وحلاي عاد لحلي دي بفنان ودي بملحن دي بشاعر وعازف حلاي ناينوسلا ود فنان قبقى حق ادريس محمد علي دي بشرق سودان دي بكسلا قدارف بر سودان بالتحديد دي بو مرة امر حلاي ناي يوميا اندل انتشر قبقى شعبيتنا ناين دي تبزح قيسر قدام للامر بزح قدام للامر قبقى فخلاص فنان امور قبقى ادريس محمد علي بهلتو دي بشرق سودان خاصة وخاصة لأنه تتقري وعربي لحلعلة فلازم ديبو طبعا ديب كل حفلات حفلاتنا سودانيين حفلاتنا إرترين ديب كل حفلات ديبو لتلها على لأنه تعربو وتقرني عربي وتقرأ سبت لحلعلة ومسلومة عود لعزف مسلو حلاي ناينوسو بديبو مسلومة شاعر وملحن على سبت اللي شيء اللي بزح فنانين مسلت آمري بزح عازفين مسلت آمري كم سلومة يعني بزح شعب وبزح جماهير فتيو قاب أبهلته ديبو وقت لي كم سلق لبينا سورة ديب إرترية سورة على إريتريين ضدنا يلا مستعمر
عمرنا إثيوبيا تحارب على دولتهم حرق الأف جروا ديبا وقتله إدريس محمد علي وقتله ديب سودان على كم سال تأمرة كم سال فنان عبق قبقة كم سال حلاينا ينوسو جماهير بزح قبقة قلو ديبا وقتله ثورة ديبا اللي جيس قرر بهلته أول حاجة وده إدريس محمد علي من قدارف فرقة فنية أجل أسسة نا إريتريين فرقة فنية أجل أسسة وفرقة ناس وأسك مكتب ناي قوات التحرير الشعبية جيسة ومسلم دعم قل ركبوا قل دعمون بيلوم نحنا فرقتنا وقل دولتنا قل نحنا نحز لينا فإذا دعم منكم نحز لينا بيلوم قوات التحرير الشعبية كبتوهم بيلوم لكن لازم نحنا قل ندعمكم حاجة قبلنا لازم جوا إريتريا ندأتيكم دي جوا إريتريا تتعلموا ودي من جوا إريتريا ديبوا مكاتب ودو ومن داخل إريتريا ديبوا لا تلهياكم ولا حلايناكم ولا تمثيلياتناكم من داخل إريتريا قد تدوا بديكم ده بيلوم إدريس محمد علي ولا كم نفر مسلع له ديبوا فرقة عباي فرقتي على يمكن أربع نفر كنا جب على والسك إريتريا جيسو وتدريب كم سليم وكم سل أي عسكري دربوا ومنا ديبوا دعم هبوم بهالت قوات التحرير الشعبية فرقة أول أيت فرقة إريتريا قل ثورتنا إريتريا كونت بهالت أول حاجة إدريس محمد علي فرقة كم سل السبدة كل حفلات قلوا دو السبدة ديب شرق سودان ديب إريتريا لشباب كل ما قل لحلاي إدريس محمد علي سمع كفو لحلاي أو لحفلة تمم نايمي سيتا سلاح درافع السك ثورة قلي جيس فقط كناتو الآن حلاينا إدريس محمد علي مرة حلاي مؤثر على كمسل حلاياته مثل حوية الحي سني مثل حوية الحي سني إريتريا أكل النيل اللي بالديبا الحلاية اللي حلاية الله مرة تأثير وديد ديبا شباب وأي نفر شاب حلايتنا إدريس محمد علي سمع لوطنية ديبا جسمه كامل قبي وطوال مباشرة السك إريتريا جيس أو ديب إريتريا حق ولا السك ثورة جيس من دولته قل 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 كراع وددنا إلى أباي دولته استعمور اللي ضدنا أقل حارب كم سنة ما يعني إدريس محمد علي قلت أبوره مجرد فنان يعلاني إدريس محمد علي مسلح نايل ثورة على قل ثورة كفو الأسنية قبي حق وشكفت كفو الأسنية يعني أحيانا دي بس ثورة طبعا مشاكل لحصل على فنجلة تنظيمات جبهة تحرير قوات تحرير الشعبية مشاكل بزح بيناتهم لحصل على كل فصيل على حرب أهلية على تتحارب على إدريس محمد علي اللي ودع لي عاجبي علاني هت ممكن كم سنة فنان عند حالاته من دبيلة لحله بالحلا بيلو لحله أقوات من البلجيس لكن إدريس محمد علي فكر أبو قرر لقيس على إدريس محمد علي فقط فنان عادي سبتي على أقول لا أوضاع دي بوقت لهي أبقى بيهتل الرئية كفو كم سل أسنية وكفو كم سل عالجات وفكر لا على سبت اللي دي حتى حفلة من دي بعيد العمال على تقريبا سنة 1967 دي بقى دام ما مسؤولين عند فقرة مشاكل بيناتهم كم سر بين قوات التحرير الشعبية وبين جبهة التحرير حلاية أفقرة لأن تقدم دي بقى الحلاية تبل بسبتكم مسؤولين وحدة أفيات أتيت سنين ديبت خلصا حلم قبقت وتمنيت حلم لا تلت فسر ناينة من كل أكيد لبالديب حقوالا مسؤولين قل إلا حلاية الله كم سر سمعوا بيلو النفر اللي كفدي قدمينا دوات ركنا لأن تقدنا عند بيلو مباشرة الناس أو وديب سجن آتو لكن حقوا كم يوم تلقوا لأنه الأمر على إدريس محمد علي قل حقوا سجننا بزح الله من جنود ومن جيش ضد ناينة قلوا بطروتو لفرقات لفنية لعب تأثير نايل على لعب تأثير لعلاقلا وبزحام شبابهم تمثل على تسك ثورة هتامة ممكن ده حد قتلنا تأزم من الشغل ده بيلا ومن الناس يجين حق وسلس يومته أفقروا بهلته لكن إدريس محمد علي تم يبيلان وقبلا يبطراني من جديد حلاية أفقرة تبل أقر رحية يحمي أنا بزحتها جيكو وقلو قلوم يحمي معين رئي هلي يكون ده بيلا من جديد حلاية للأن تقدوم ديبا أقل أفقرة بهلته
حقها ما من جديد لتنظيمات اتحاد يعني اجتماع عنده ودو قلت عارة وحقها لوحدتنا يوم كمسل يعني كمسل فشلت ولا عرنا يوم كمسل فشلة من جديد حلاية أفقر أدريس محمد علي قل له أوضع لوقت لهيلة على أقلو للأنتقد ديبا لحلاية تبل عقد ودو دي مرعات كمسب حلال وسنيت وأنكولة لتب عقدة يتحدقت ويتهديت ديب الدنيا لهلا يهو بزح لتمني سنيت تمنيت أقولكم اندق الرحا يستني وأنتم خراب لمتكم عمار يكون وبني اللي بس يكونيني حتى لو قد ليلة للشعبنا إريتريا ديبا لجوء كمسة القيسة وحالتهم بالحالة وديبا وقد لي بزوحان منا مسؤولين فساد قلت رأى ديبا ومكان ما أسابدا أجنيتهم سن معيشة إدريس محمد علي من جديد حلاية حالة ديبوم للأنتقدة للأنتقدوم أبا لحلاية تبل أجنيتكم تبلعو من نطعمة وحفصة وأجنيت شهداء بسفرة يبسة لتبل حلاية دي بيلا أنتقد يوم يعني باللوم اللي أنتم سنت عايشو وشعب مسكين وشهداء أجنيتهم دي بكدن ومعيشة كيت لحالفو وانتم من سر لطعمة ولا حيزة نسو ومسل قلو كل إيانة تتباقصا دي بيلا أنتقد يوم أبا بهلتو كمسل هو من جديد كمسل سامعة أنه قيادات جبه شعبية كمسل مطلت بهلتو شعبية قيادات نيجبه شعبية مسل أثوبيا أندت اتفقوا فدرالية قلو دولة حزو لو وإريتريا مسل أثوبيا قل القوبة وفدرالية بقل تحكم كمسل سامعة إدريس محمد علي من جديد حلاية أفقر أقلوم لأن تقدم أبو إلا حاجة اللي كمسل اللي تكبتو للرئيوم أبا ولا حلاية تبل من دت أكمي رحتنا ثورة السلاح إيكريت واركيو لأكا وتأسنيا لأكيت ثورة بالله إيكوني إلا كفا كمبليت إيقويناهم أمحرا مدول قب أوصف سنيت إن كافل لو إنسلم إدينا أفوت بثورتنا تليهينا دبيلا حلا طبعا اللي هجي خطيرتو اللي بالله من أنتم ثورتك لك فتح الدوقة ثورتنا نحن قد تواصلت ولا حلاية ريام تثورت بابورتا لتكرر قال لتكرمنا ولا قال عرق دي بالبل فألا بك مثلا انتقد يوم لتبهل شريفة دي ما وقت لهي بيلا اللي أولا يرد من شعب إريتريا ما تسألنا اللي رد اللي تبيلا لأنه الأمر على إدريس محمد علي حتى حلاية دول أفقر أو كلمة دول اللي بل ابن السان فقط اللي تهاجين قراء وشعب كامل هلا بس لسانه اللي تهاجين مثلا اللي آمرا وتوما آمرا وبيلو معناها شعب إريتريا يلتكبتان إلا فيدرالية إلا لتبل عند بيلا موضوع اللي تقيره بهلتو أسك حريات نسأت إريتريا إدريس محمد علي حتى دي بإسهامات إنسانية بزح إسهامات على قلوب بزح حاجات لو ديه لا مثلا دي ما مجاعات كم سلمة تقريبا دي بثمانينات فرقتنا عندنا خارج إريتريا عند جيسا دعم جمع على قلة شعب وقلة ثورة قلة التواصل بهلتو إدريس محمد علي فرقتنا هي كم سل أساسية أسك خارج عند جيسا بدي بدول عرب ودي بدول جوار دي بند كل الأبا دعم قلة جمع وبقى ديتنا إريتريا أفننا يو أبتمثيل قلة أمرام دي بكل عالم لفف بعلى بهلتو إدريس قل كل شيء حلا إدريس قل وحدة حلا إدريس قل الشعب حلا إدريس انتقاد ناي قل المسؤولين حلا ضدنا إلى كافلوتنا إريتريا حلا إدريس حتى قل حلمنا يو ناي إريتريا كفق التقبأتا وكفه تلت حلا ما حلا دي بحلاية تلتبل دي بإنشلت لهبتنا انبنيا رواشين ومن جفر دي بجفر انبلس جرادين عجح عقلت إيكوني ذهب بالتو حسين عجح سلام من ركب راكب بالتو مسكين إريتريا تتحرر وخيراتها تكفية وقل مدحر ما تسألنا حونا ولا فتينا حاكم سن الحكمنا وبحت عن لرئينا عجل جنة أقبل بلهبتنا وإدينا عجل جنة أقبل بلهبتنا وإدينا عجح عقلت إيكوني ذهب بالتو حسين دي من الحلاية التي تأمر إدريس محمد علي أكل أي لبلاكم إريتريا خيراتها كفية إريتريا شعبا نوسو بلهبطوا بآدة يجنة قلب لسا قدر فقط حاكم سني لحكمنا فقط رئيس قلنش كل شعب حتى الريو واللي فكر متقدم فكر ديمقراطيته دي بوكد لها إدريس محمد علي نفر وطنيته العلى نفر قل شعبه وقل دولته للحل العلى فقط ضدناي تنظيماته بطرة ضدناي مسؤولينه بطرة ضدناي كافلوت إريتريا بطرة إقل شعبه وإقل دولته دي بو وقت لاي بديمقراطية تتحلم على دي بو وقت لاي حاكم أوروت عادل النمسا قل شعب إريتريا كله بحتى لرئينا قل قبيلة بس حتى لرئينا أو قل سبدينيا فقط حتى لرئينا نديلبل قل كل دولة قل بحتى لرئي حاكم حاكم سئينا لعد نوس شعبه كفيا وشعبه تقل لبنياته اندي بيلا حلا على بهلته
فإدريس محمد علي نفر وطنيته على إدريس محمد علي ناي قبيلتي على ولا ناي ديني على ولا ناي منطقتي على ولا ناي تنظيمي على ولا أنا فقط أو جماعة فقط لبل على لبون إدريس محمد علي قل دولته حرة سبت اللي ديب زمن ثورت ديب السجنة وديب حق حريات ما مسات من جديد سجنة لأباي ناي هكدف قل إدريس ما سل أمره كم سل إدريس ما سل حق حر جبا هتام ديب كرسنا يوم على كيفهم قلت قصوكم يكونوا لأمره لأمره إدريس محمد علي ديب زمن ثورت قل تنظيماته وأقل وقل مسؤولين وقل ننتقد على زي ما كم سر قل ننتقدهم لحظة على أمرام على وثبت إلا 2005 إدريس محمد على ألبوم جديد وقلوا قل انشر وقلوا قل وزع عند الحظة دي بقى ألبوم ما قل بل علي لأمرني ممكن من جديد قل له هكذا قل ننتقدهم ومتأكدين كم سر يعجبهم لشقله ترشاقيه لأنه لأمر إدريس محمد على زلم دي بريتريا حسر على وإدريس محمد علي زلم عند الرئي ثم قل لي بل نفر وفنان للبل إيكوني نثبت إلا كلا ألف وحمس من بيتون دنس أو ديب سجن آتو وسكل يوم الله ينأمر إدريس محمد علي ديب آية كان له حياي حقه الله إدريس محمد علي فرج ونتمنى إنه من السجن قل فقر وديب أسرته قل قبل وديب شعبه قل قبل وما يتحقه الله رب الرحمه وقل كلهم مسجونين ديب سجن هلاو حرية نتمنى قلهم حرية قل إدريس محمد علي فري إدريس محمد علي وأسك ديب ما تسأل فيديو نترئي سلام عليكم من أميت وحياة من سن حولي حسني دبر بن بس كبي وارو بالله أكلني دبر بن بس كبي وارو بالله أكلني سر نطاف قبيه ولا سر كدني هديه بني هديه بني سن حولي حولي